مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل. سؤال، شو هي مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؟ هلأ عادة أشعة الشمس ضرورية لتصنيع فيتامين دال، ولكن بالوقت نفسه تبعث الأشعة فوق البنفسجية الألترافيوليت ريز المسؤولة عن عدد كبير من الآثار الضارة الحادة والمزمنة على الجلد، على جلد الإنسان، يعني بتعمل فوتو ايجينج، بما في ذلك بتسبب بالمجمل علامات شيخوخة الجلد، الرينكلز، النمش، التصبغات، حروق الجلد والسرطانات، سرطانات الجلد. لهيك يجب استخدام مستحضرات واقية من أشعة الشمس لتقلل الأشعة فوق البنفسجية الألترافيوليت ريز التي بتتفاعل مع الجلد، بتولد تفاعلات كيميائية ضوئية.